انا في اول تمرين لما دخلت كان في واحد بيعزف اغنيه، الاغنيه دي بتاع كنت بسمعها ساعات، بس قلت انا مستحيل اوصل للمستوى ده. خرجت من التمرين الاول وانا بعزف. اديته السمسميه مسكها، مسك الاوتار بتاعتها، ده الاوتار بتاعتها كتيره، فقال لي ايه هي دي؟ قلت له دي اله السمسميه بتعزف زي الكمان زي مش عارف ايه، اله وتريه. فراح استاذن الاستاذ رضا قال له ممكن اتعلم؟ اول كفيف في تاريخ عازفين اله سمسميه من الكبار ومن الاطفال يطلع لنا عازف كفيف بطل، بلال عطيه بطل، لانه اقتحم مجال ما حدش اصلا قدر يقتحمه قبل كده. الايد الواحده وتجميع مسار اللحن والجمله اللحنيه بياخد وقت عند المتدرب وده مش سهل، فما بال حضرتك هو بياخد نفس الجمله دي وباستخدام ايدين الاثنين، وده كان صعب جدا، لكن هو استعداده وميوله وذاكرته سمحت بان احنا نتجاوز كل الصعوبات.